طاقتك برج الحمل، طاقتك العامة، أنت في وضع استقرار، وأنت في وضع تحقيق أماني، وما ترغب به تشعر بأنه ما ترغب به يتحقق. أنت في وضع استقرار وراحة، ولكن هناك أمنية عزيزة على قلبك غالية، هذه تسعة أماني، وينقصك أمنية لكي تكون في سعادة كاملة، وأنت تشعر بهذا الشيء. أنت تقعد أو تجلس على مقعد خشبي، ولكنك وتحاول أن تكون مستقر ومرتاح، ولكنك في الحقيقة أنت غير مرتاح، تريد أن تكون فقط هذه الأمنية أيضا في حياتك. أنت تشعر بأن هذا الحبيب يعطيك الطاقة الإيجابية، هو إنسان جدا مرح وطفولي وجذاب، وأنت منجذب إليه بطريقة عالية، وتشعر به وكأنه الأمل والتفاؤل، تشعر به وكأنه الأمنية التي تتمنى أن تتحقق. أنت تحبه جدا لهذا الشخص، وتشعر بطاقة انجذاب عالي باتجاهك، باتجاه هذا الشخص. الحبيب هو لا يبدي بهذه الفترة أي مشاعر بالنسبة لك، هو وكأنه محتار بين قرارين وبين شخصين، ربما يكون في علاقة ثانية، ربما يكون هذا الشخص متزوج أو مرتبط من أحد غيرك، وأنت تعلم بهذا. هذا الحبيب لا يظهر أي مشاعر إعجاب على وجهه كما قلت في هذه الفترة، هو قليل الكلام، لا يبدي بشكل عام كلام، لا يظهر الكلام ولا يظهر مشاعر، وهو إنسان ناجح في حياته، مهتم بمشاريعه وأعماله ونجاحاته ومستقبله. هذا الحبيب صحيح بأنه لا يبدي أي مشاعر، ولكنه في الحقيقة هو يحبك جدا، هو يريد أن يقدم لك عرض، عرض بالحب، هو يحبك ويريد أن يصارحك بهذا الحب ويعبر لك عن مشاعره تجاهك. هو لا يريد أن يكون في علاقة عابرة معك، هو يريد أن يكون في علاقة استقرار، في علاقة حب صافي وصادق. هو يحبك هذا الشخص من كل قلبه، ولكن هذا الإنسان لأنه عاقل وحكيم وذكي جدا لا يظهر أي مشاعر عليه، ولكنه في الحقيقة هو جدا يحبك لدرجة كبيرة. أيضا هو متواصل معك بالروح بدرجة كبيرة، ربما يكون هذا الشخص كما قلت في زواج، وهو الآن يحاول الاختيار، أو في علاقة وهو الآن يحاول الاختيار. طاقتك لهذه القراءة، أنت تظهر وكأنك في طاقة الشباب، ربما تظهر في طاقة شخص ليس كبير بالعمر، ولكن أنت احتمال بأنك تكون لست صغير في العمر، ولكنك روحك مرحة وروحك روح الشباب، وأنت تظهر بهذه الطاقة، وهنا تظهر أيضا بطاقة شباب. أنت إذا على الأغلب أنت بالعشرينات من عمرك، ربما أنت أيضا تكون كنت في زواج وأنت تزوجت في سن صغيرة مبكرة، لأن هذه البطاقة تقول لنا بأن هناك مشاكل عائلية ستحل. احتمال بأنك قد كنت في زواج منذ فترة وأنت في سن صغير تزوج، والآن هناك مشاكل عائلية بينك وبين هذا الشخص، هذا الحبيب، ولكن هذه المشاكل ستحل. أو أنك أيضا كنت في زواج وتريد الدخول في علاقة ثانية، لأن تقول هذه البطاقة، انتبه للعلامات الحمراء، هناك علامات تنبهك بأن تحذر من شيء يمر الآن في هذه الفترة في حياتك، وأنت تشعر به، ولكن احتمال بأنك تشعر به وتراه، ولكنك لا تريد أن تقبله أو تتقبله، تحاول أن تخبي عليه. أجل، لا داعي للقلق، الأمر صار، الأمر حصل، لكن هذه الرسائل الكونية تحصل، تريد الكون أن يحذرك من أمر ما يحصل في حياتك. أنت إنسان بطبعك، أنت إنسان صادق وطيب القلب وبسيط لدرجة كبيرة، وهذه الرسائل الكونية تقول لك انتبه، هناك علامات تنبهك، احتمال بأن هناك إنسان مخادع في حياتك وإنسان يريد بك السوء، وهذه العلامات تدلك على أن هذا الشخص
تدل على أن الشخص موجود في حياتك، أو أي شيء موجود في حياتك موجود يدلك على الخطر، فانتبه لهذا الأمر. إذا أنت في طاقة بدايات جديدة، تريد أن تبدأ بداية جديدة، تريد أن تظهر إلى العالم، تسافر، تغير حياتك، تريد أن تجرب أمور كثيرة في حياتك، تريد أن تكون إنسان منطلق عفوي، تريد أن تعمل علاقات متاحة لك، لا تريد أن ترتبط ربما في هذه الفترة بعلاقة جدية ورسمية. أنت إذن تريد أن تكون تمرح في هذا الوقت، ولا تريد أن ترتبط بأحد، وتريد أن تعمل بداية جديدة. ربما كما قلت تريد أن تسافر إلى أي بلد، أو تريد أن تعمل أي مشروع أو أي شيء، ولكنك انتبه، أنت إنسان بسيط وطيب القلب لدرجة عالية، وانتبه من المخاطر التي تكون أمامك، وانتبه لأشخاص سيئين ربما يكونون يظهرون في طريقك في المستقبل. وهناك علامات حمراء تدلك على هؤلاء الأشخاص، فانتبه منهم. طاقة الحبيب، طاقة الشخص الذي تريد تحبه، إذن ربما تكونان في علاقة جديدة أنتما، يظهر بأنك أنت ربما أنت كما قلت في علاقة زواج كنت، وأنت تريد أن ترتبط بشخص من بلد آخر، في زواج من بلد آخر، أنت تريد أن ترتبط ببلد أجنبي وتترك زوجتك أو زوجك وعندكم أطفال، ولكن هذه البطاقة تقول لك احتمال بأنه يوجد علامات حمراء تمنعك من هذه. انتبه إلى الأشخاص، إلى الأشياء السيئة التي تكون في حياتك، وحل الأمور العائلية وارجع إلى عائلتك، لأن هناك علامات حمراء تقول لك لا داعي لهذا. انتبه لهذه العلامات الحمراء. فهذا الحبيب ربما كما قلت هو من عالم آخر غير عالمك، ربما من مختلف عنك بالجنسية، بالبلد، بأي شيء. ربما تكون هذه البطاقة أيضا هي مشاكل عائلية، أيضا اختلافات عائلية، اختلافات بالجنس، بالبلد، الجنسية، بالبلد، بالدين، بأي شيء. وهذه المشاكل تكون ربما مشاكل من هذا النحو، وهذه المشاكل تقول لك البطاقة أنها ستحل. إذا الحبيب من طاقة مختلفة عنك، ربما يكون الحبيب في سفر، أو ربما تكون أنت تريد أن تسافر إلى هذا الحبيب، هو في بلد آخر غير بلدك، وأنت تريد أن تسافر لهذا الشخص بوقت قصير، تريد أن تبدأ معه بداية جديدة هناك، أو أنت هناك أيضا ربما تكون في سفر مع هذا الشخص. إذا الحبيب في وقت نجاحات أيضا، وفي وقت بداية جديدة، يريد أن يبدأ بداية جديدة معك، احتمال كبير، بأنكما تعرفتما على بعضكما منذ فترة، وأنتما تريدان أن تبدأان مع بعضكما بدايات جديدة. مشاعرك باتجاه الحبيب، أنت تشعر بأن هذا الحبيب هو السعادة الكاملة، السعادة التي تتمنى أن تكون بحياتك. فأنت في الطاقة العامة ظهر لنا بأنك في طاقة التسعة كؤوس، وأنت الآن تتمنى، تشعر بأنك في 10 كؤوس، وهذه الأمنية الناقصة عندك في هذا الكارد تتحقق مع هذا الشخص. أنت ترى بأن هذا الشخص يكمل عليك حياتك، أنت تحبه لدرجة كبيرة، تراه الشمس المضيئة التي تنير حياتك وتعطيك الدفء. وهذه الكارت يشعرك أشعر به بأنك بمقدار الحب الكبير الذي تكنه لهذا الشخص، أنت تحبه لدرجة عالية لا تتصورها، لا يتصورها أحد، ولا يتصورها هو أيضا. أنت تريد أن تكون معه
في زواج. هذا الشخص، هذا الحبيب، هو يشعر بالخوف، يشعر بالإحباط، يشعر باليأس، هو ربما يشعر بالمرض، ربما كان مريض نفسيا، مريض في جسده، في يعاني من مشاكل نفسية كبيرة هذا الشخص، ربما كان محبوس في سجن، ربما كان وتعرض لضغط عالي في السجن، ضغط كبير، ربما كان في مشفى وخرج من المشفى مرهق ومتعب لدرجة كبيرة. هذا الشخص ربما عانى من مشاكل وعلاقات سابقة أرهقته وأتعبته وأصبح غير قادر على الثقة، عديم الثقة بأي شخص، بأي شيء يكون عنده في حياته. هو لا يثق بأنك تحبه، ولا يثق بأي شخص آخر، ولا يثق بأي أحد. هذا الشخص هو متعب جدا، ومن الواجب عليه أن يحصل على الاستشفاء لكي تمشي هذه العلاقة. وربما هذه العلامات الحمراء التي تقول لك هذه البطاقة، أنت صحيح بأنك تحب هذا الشخص، ولكن هناك العلامات الحمراء، احتمال بأنه هذا الشخص إنسان غير سوي، غير طبيعي، ربما هو يعاني من مشاكل، وأنت بغنى عن هذا الأمر. ربما هذه العلامات الحمراء التي يريد الكون أن ينبهك لها. انتبه لهذه القراءة، وانتبه لحياتك العادية التي تمر حولك، وحاول أن تقارب هذه الكروت على حياتك، وترى الأمور التي تنبهك إليها العلامات الحمراء الموجودة في هذه الحياة. الحبيب يراك بأنك أنت إنسان، شخص حر، شخص تحب وكما يظهر لنا في هذه الطاقة أيضا بالفعل، ويراك مثل طاقتك، هو يراك إنسان بسيط، طيب القلب، تريد المرح، تريد، تحب البدايات الجديدة، تحب اللهو، تحب الحياة غير مسؤول، تحب الغير مسؤولية، وهذه يريد أن يراك تحب أن تعيش بحريتك، باستقلالك، لا تحب الارتباط بحد، لا تحب أحد أن يقيدك بشيء. أنت تحبه جدا لهذا الشخص، ولكن تحبه، ربما تحبه بطريقة لا تريد أن تريد أن تكون معه في زواج، ولكن في هذه الفترة احتمال بأنك تريد أن تعيش حريتك، تعيش حياتك بالبداية، وثم تراه الشخص المناسب، أنت تشعر به وكأنه هو مكمل عليك حياتك، وتشعر شعور كبير، أنت تحبه لدرجة عالية من الحب، ولكنك لا تريد، تحب أن تكون حرا. احتمال بأنك تحب أن تكون معه بارتباط، ولكن وتشعر بأن هذا الشخص يعطيك الحرية التي تتمناها. وكما قلت، احتمال بأن هذا الشخص من بلد أجنبي، وهو يتركك على راحتك، تعمل